بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتكلم مع حضراتكم عن تطورات الأحداث والمعارك بين أرمينيا وأذربيجان، وإيه سر التفوق الأذربيجاني على القوات الأرمينية. آخر هذه التطورات إعلان الرئيس الأذري علييف عن إنتاج طائرات جديدة تحت مسمى طاردة الكلاب. يقول الرئيس الأذري: أذربيجان تبدأ بإنتاج طائرات مسيرة انتحارية، وأسمى هذه الطائرات بطاردة الكلاب، ودي صورة لهذه الطائرة استنادا إلى تصريحات الرئيس إلهام علييف. ماذا قال الرئيس علييف عن هذه الطائرات؟ أعلنت أذربيجان البدء بالإنتاج المتسلسل لطائرات مسيرة انتحارية كاميكازيا، وذكر بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية الأذرية أن مسيرات كاميكازيا الجديدة تمتلك قوة تخريبية أكبر، وده صورة لعمليات التصنيع الجارية على قدم وساق، وده بيوضح سر التفوق العسكري الأذري الكبير، أن أذربيجان انتقلت من شراء هذه الطائرات إلى امتلاك التكنولوجيا وتصنيع هذه الطائرات. لا شك أن تركيا عامل مهم في امتلاك هذه التكنولوجيا. البيان قال أن أذربيجان أطلقت اسم طاردة الكلاب على مسيرات كاميكازيا الجديدة استنادا إلى تصريحات الرئيس إلهام علييف، وقال إن جيش بلاده يلاحق فلول القوات الأرمينية ويطردهم كالكلاب، وأشار إلى تسليم مسيرات كاميكازيا الجديدة إلى الجيش الأذري. نشوف برضو هذا الخبر تاني، وحنروح بعد كده مع حضراتكم للتعرف على طائرات كاميكازيا نفسها، من أين جاءت وما هو سر التكنولوجيا الخاص بها. طاردة الكلاب، أذربيجان تبدأ بإنتاج طائرات مسيرة انتحارية، ودي صورة لهذه الطائرة أيضا. أعلنت أذربيجان البدء بالإنتاج المتسلسل لطائرات مسيرة انتحارية كاميكازيا، وذكر بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية الأذرية أن مسيرات كاميكازيا الجديدة تمتلك قوة تدميرية أكبر. وأوضح البيان أن أذربيجان أطلقت اسم طاردة الكلاب على كاميكازيا الجديدة استنادا إلى تصريحات الرئيس، يعني الرئيس اعتبر أن هذه الطائرات تقوم بطرد القوات المحتلة كالكلاب، وأشار إلى تسليم مسيرات كاميكازيا الجديدة إلى الجيش الأذري. ولعبت الطائرات المسيرة دورا كبيرا في التقدم الذي أحرزه الجيش الأذري في المعارك الدائرة حاليا مع القوات الأرمينية في إقليم ناغورنو كاراباغ. الخبر ده جاء في غالب وسائل الإعلام المختلفة. موقع روسيا اليوم يقول: باكو تميط اللثام عن طاردة الكلاب. أعلنت وزارة الإنتاج الحربي الأذرية اليوم الخميس عن بدء الإنتاج التسلسلي لطائرات مفخخة مسيرة تسمى طاردة الكلاب. وهذا البيان جاء عن رئاسة الصناعات الدفاعية، وزي ما ذكرنا من أطلق هذا الاسم هو الرئيس الأذري. طب احنا نشوف بعد كده ايه هي الطائرات كاميكازيا اصلا، طائرات كاميكازيا ومن اين جاءت ومن هو صاحب التكنولوجيا. نجد هذا الخبر في وكالة الأناضول التركية تقول: نسخ مسيرة من طائرة كاميكازي الانتحارية. وكالة الأناضول تستعرض أعمال تصنيع وتطوير هذا النوع من الطائرات التركية، ودي صورة لهذه الطائرة المهمة والتي أحدثت نقلة نوعية في معارك العالم الحديث، والتي كما ذكرنا تحول الأسلحة التقليدية القديمة من دبابات ومدفعية ومرابض وحتى جنود إلى مجرد شيء من الماضي. تواصل شركة STM التركية لهندسة وتجارة تكنولوجيا الدفاع مساعيها لتطوير المزيد من المنتجات الدفاعية وتصديرها للخارج. يعني شوف انت عبارة التصدير للخارج، وأبرز هذه المنتجات طائرات كاميكازي بدون طيار. يعني ببساطة شديدة، تركيا بدل ما تتعب نفسها عملت اتفاقية وأقامت بالشراكة مع أذربيجان مصانع داخل أذربيجان، وأصبح إنتاج هذه الطائرات إنتاج أذري. ويطلق اسم كاميكازي على الطائرات المتفجرة الانتحارية، لأن ديت ما بتديش زي ما قلنا قبل كده أي فرصة للنجاة،
بتنقض كالصقر وتهبط على الهدف وتقوم بإنهائه، سواء كان شخص أو مدرعة أو مدفع أو مجموعة من الأفراد. حيث نجحت STM التركية في إنتاج النسخ المسيرة منها، ووكالة الأناضول بتستعرض أعمال تصنيع وتطوير هذا النوع من الطائرات التركية، وده في منشأة أوستيم. واضطرت الشركة لنقل مقرها للعاصمة أنقرة على خلفية زيادة الطلب على هذا النوع من الطائرات. تتركز أعمال مهندس الشركة في الوقت الراهن على تصنيع وتطوير الطائرات الانتحارية مثل ذات الجناح الثابت الباغو وذات الجناح المتحرك والمروحي كارجو، ومنها طائرات ذات أجنحة مروحية تستخدم للطلعات الاستكشافية وتسمى توغان. يعني هي مجموعة من الطائرات من الكاميكازي وليست نوع واحد من هذه الطائرات. يبقى إذن هذا فريق العمل المطور الذي طور هذه الطائرة الغاية في الأهمية، والتي قلبت موازين العالم وموازين التكنولوجيا العسكرية. المهندسون الأتراك لدى الشركة بيقوموا بهذا الدور، وده دور كبير زي ما ذكرنا. وشفنا احنا رائد صناعة الطائرات المسيرة في تركيا سلجوق بايرقدار، وشفنا مع حضراتكم رائد الصناعات للطائرات المسيرة سلجوق بايرقدار، هذا المهندس الشاب الذي قلب الموازين وجعل مصانع العالم التي تصنع الأسلحة التقليدية يعني تخسر خسائر كبيرة تصل إلى 16 تريليون دولار. يبقى إذن بعد تلقيها طلبية هذه الشركة لتصنيع أكثر من 500 طائرة انتحارية من دون طيار من طراز كارجو لاستخدامها من قوات الأمن، بتقوم هذه الشركة بتسليم هذه الطائرات على دفعات، حيث تستعد قريبا لتسليم دفعة جديدة منها لدى القوات الأمن التركية. القوات المسلحة التركية استخدمت طائرات كارجو لمدة أكثر من عام، وده عمل نقلة نوعية كبيرة جدا في العمليات العسكرية. ديت بعض الصور لهذا الموضوع، ونحاول نشوف كده بشكل سريع، يعني نعرض آدي الطائرة وآدي الفريق المصنع. هذه الشركة زي ما احنا شايفين بتقوم بالعمليات وبالتصنيع وبالتجميع، واضح انها عملية بسيطة غير مكلفة، يعني ليرات قليلة او دولارات محدودة، ويكون هذا السلاح المهم جاهز للاستعمال وللاستخدام. ادي الطيارة البسيطة جدا بتقلع، وادي اهداف يعني نماذج لاهداف. شوف ان الطيارة نفسها بتهبط وتنقض كالصقر، ولا تنفجر في الارض بل تنفجر في الهواء لكي تصيب هذه الدمى زي ما احنا شايفين بالشظايا، يعني هذا الانفجار ينزل من فوق الى اسفل لكي يصيب الافراد بخسائر كبيرة جدا، وده اللي احنا شفناه بالفعل في معارك اذربيجان وكذلك معارك القوات التركية او القوات الليبية ضد خليفة حفتر، وايضا في سوريا ضد القوات الارهابية هناك. يعني لا شك ان هذا الامر زي ما ذكرنا بينقل المنطقة نقلة نوعية كبيرة باستخدام هذه الطائرات التي لها مهام متعددة، تقوم بالتصوير، تقوم بالتدقيق، تقوم بتحديد الهدف، تقوم بالانقضاض وتدمير الهدف. كل هذه الأمور تحدث حزمة واحدة، هذه الطائرات بها ذكاء اصطناعي لدرجة أنها تستطيع أن تميز الأهداف وتأخذ قرار بتنفيذ المهمة، وكذلك تتابع عبر شبكات الحواسيب. ولعل الأمر ده بيذكرنا بالموقف المضحك الذي قام به عبد الفتاح السيسي في عروضه العسكرية، عندما قام بعرض الجنود عراة الأجسام، وكأن المعارك الآن تعتمد على الأجسام لا على العقول. المعارك الحديثة الآن أصبحت تحتاج إلى مخ، إلى عقل، إلى تفكير، لا تحتاج إلى جسم. قد يكون جسم كبير، قد يكون تحصينات كبيرة، ولكنها تصبح هباء منثورة في مقابلة التطورات والإمكانيات العسكرية. احنا شفنا القوات الأمريكية لما قامت بغزو العراق
لم يصمد أمامها الملايين بالأسلحة التقليدية، فأصبح السلاح المتطور والتكنولوجيا الحديثة يكون لها دور حاسم في المعارك، وذلك مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ليست القضية قضية أن أقول الأقوى بدنيا وجسمانيا، بل الأقوى عقليا، الأقوى تكنولوجيا، الأقوى في التطور والتسليح والتصنيع. من يمتلك التكنولوجيا، من يمتلك يعني هذه التكنولوجيا، لو لم تكن لدى تركيا ونقلتها إلى أذربيجان، لك أن تتخيل حجم الطائرة الواحدة لو تم استيرادها من مصانع الأسلحة التابعة للغرب أو للكيان الصهيوني أو غيرها، كم سيكون تكلفة الوحدة الواحدة من هذه الطائرات. ولكن عندما تصبح التكنولوجيا بحوزة الدولة لا تكلفها شيء، ويصبح إنتاج محلي، ويصبح هذا الإنتاج المحلي يصنع طفرة ويصنع انتصارات. متابعينا الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم، لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.